المخيم محطتهم للانتظار لا المكوث طويلاً، فثم قطار سيأتي سيصعدون ووجهتهم العودة. هذه المحطة القاسية من يعرف ملامح معاناتها مثل ما يعرفونها هم، سلبتهم كل شيء لكن لم تستطع أن تسلبهم عزتهم وكرامتهم وفرحتهم. فالفرحة ملكاً للصامدين المنتظرين، واليوم نكون معهم وإياكم لنشاركهم فرحتهم في العرس الجماعي المقام في مخيم الفارعة برعاية السيد الرئيس وحملة المخيم صمود حتى العودة. الأخ عبد المنعم مهداوي رئيس لجنة خدمات مخيم الفارعة، تحدثنا عن طبيعة المخيم، طبيعة الأوضاع اللي بعيشها أهلنا في مخيم الفارعة من حيث عدد سكانه، الاحتياجات الأساسية اللي هو بيعاني منها. بداية، ليس بالصدفة نحن على هذه الأرض بالذات، واختيارها ليس صدفة لأرض مركز الشهيد صلاح خلف سجن الفارع سابقا. نعم. هذا الموقع كان يستخدم سابقا للتعذيب وقهر وكسر إرادة الشباب كما أراد المحتل، ولكن أصبح هذا الموقع هو صقل وإعادة بناء قادة الشباب وإعادة بناء قدرة الشباب على المضي قدما نحو تأسيس دولتهم. مخيم الفارعة هو من المخيمات الواقعة إلى بين محافظة نابلس ومحافظة طوباس وأيضا بجنين، لكنها ليست على مقربة من أي مدينة كحال باقي مخيماتنا في الوطن. مخيم الفارعة هو حالة فريدة، هو مخيم ريفي يقع إلى الشمال الشرقي من مدينة نابلس وجنوب مدينة جنين 25 كيلومتر وشمال نابلس 17 كيلومتر. ومخيم الفارعة ينحدر معظم سكانه من مخيمات من مدن وقرى شمال فلسطين. نعم. المهجرة. تعداد سكانه 8,900 ويقع على مساحة 225 دونم مربع، معظم سكانه أقارب وأنسباء يعرفون بعضهم البعض، ومعظم سكانه يعملون في مجال الزراعة كون المخيم محاط بالأراضي الزراعية. نعم. وهذه العمالة تكون موسمية. نعم. وهذا من شأنه أن يرفع نسبة البطالة باقي أشهر السنة. نعم. طبعا من هون تيجي اللي هي نسبة البطالة والفقر العالي، ناهيك عن نسبة الخريجين الجامعات. يعني من المخيمات اللي عندهم نسبة تعليم مرتفعة. نعم. إحنا كلجنة شعبية بشكل سنوي نكرم ما يقارب 350 متفوق الدليل من مخيم الفارع. نعم. نعم. ومن الأوائل، وهذا إشارة ودليل واضح على اهتمام أهل المخيم بالتعليم أبنائهم نظرا لعدم وجود أي مصدر دخل سوى اللي هو سلاح العلم. سلاح العلم، لأنه كل أسرة مكونة من 6 من 7 من 8 أنفار. نعم. يجهدون لتعليم أبنائهم في الجامعات على أمل أن يتخرج أحد أبنائهم ويعيل الآخرين. نعم. يفاجئوا بعدم وجود وظائف لشح. نعم. الوظائف الموجودة. طب أخ عبد المنعم، أنتوا يعني ارتأيتوا في لجنة خدمات مخيم الفارعة أنه يكون الأولوية في المنحة المقدمة من حملة سيادة الرئيس المخيم صمود وعودة أنها تكون تخصص للعرس الجماعي، ليش جاءت فكرة أنه يتم تخصيص هذه المنحة للعرس الجماعي وليس لأغراض أخرى داخل المخيم؟ سؤالك في محله. مخيم الفارعة يعني سكانيا هو مكتظ بالسكان. نعم. مساحة صفر لأنه مساحة تم استنفاذها عموديا. ما تحال باقي ما في مجال. نعم. ما في مجال للاستثمار في أبنية. نعم. أو في مؤسسات أخرى. طبعا العرس الجماعي مش هو الحل النهائي. نعم. هو جزئية من معاناة اللاجئين داخل المخيم، فكان الاستثمار في البشر أفضل. ليش؟ لأنه في عندنا هناك أزواج شابة. نعم. عقد الزواج ولا تستطيع إكمال مراسيم الزواج لعدم إمكانياتها أو لحالة الفقر الموجودة في عائلاتهم، فارتأينا يكون هذا المشروع هو مشروع اجتماعي بحت بامتياز، وفعلا وجدنا في هناك رضا اجتماعي داخل. نعم. المخيم لهذا المشروع لأنه لامس حاجاتهم.
الحقيقية. نعم. وأرضى شريحة واسعة من هذا المخيم. وكان في هناك رضا واضح وملموس من خلال التغذية الراجعة من أهالي مخيم الفرع. بارك الله فيكم بالتأكيد. لكن شو المعايير اللي أخذتوها أخ عبد المنعم حتى أنه يتم اختيار العرسان المشاركين في العرس؟ طبعا احنا ما حطينا المعيار الفقر أو الغنى، لأنه المخيم بشكل عام هو فقير. حطينا معيار أنه يكون إنسان خاطب بعقد زواج، لا يكون متزوج يعني من فترة معينة، يعني ما يكونش عنده أولاد، ما يكون عنده زواج لمدة 3 شهور، يعني من 1/7 فما صاعد يتزوج هو مشمول في القائمة، لأنه هو خاطب سابقا قبل سنة أو سنتين. وكان في عنا تسجيل لحوالي 100 اسم، انتقينا منهم 65 لانطبقت عليهم المعايير، أنه نكون خاطب بعد شهر 7، ما تزوج بعد. وجينا نشوف استعداد كريم للعرس ان شاء الله، والله يتمم معك ان شاء الله. اهلا وسهلا. يا هالعريس بلادك ما ارينا، يا العريس بلادك ما ارينا، يا ليتك من جبل عجل قطعنا، ليتك من جبل. ومن ضمن عرسان أيضا العرس الجماعي في مخيم الفارعة، معنا العريس أحمد العرجة. أحمد العرجة تم إنشاء بيت له بالكامل من قبل حملة مخيم صمود وعودة، وهو أيضا من ضمن زي ما ذكرنا من عرسان العرس الجماعي. خلينا نتعرف على أحمد ونتعرف على وضعه. لك احنا جايين نبارك لك بعرسك ونتعرف على. الله يبارك فيك يا رب. اهلا وسهلا فيكم. هذا البيت اللي تم بناؤه لك. نعم. احمد عرفنا اكثر عن حالك، قديش عمرك وشو بتشتغل؟ الاسم احمد حسين محمد العرجة، من سكان مخيم الفارعة، بشتغل في مكتب التاكسي مدير، يعني برد على السنترال. فانا كان عندنا بيت قديم، فتوجهت للجنة الشعبية، واللجنة الشعبية كونها هي المسؤولة في المخيم، يعني مسؤولة عن الحالات الاجتماعية اللي زي حكايتنا. نعم. فتوجهت إلى الأمن الوطني، مشكورين طبعاً. حملة مخيم صمود وعودة. نعم. فأجوا لبوا النداء وبلشوا في إنشاء هذا البيت. طبعاً هذا البيت ما كانش موجود. هذا البيت ما كان موجود. اللي إحنا فيه. اللي إحنا فيه. اللي طبعاً. بتكون هلا زي ما. بتكون من غرفتين ومطبخ ومرافق طبعاً. فرد اللجنة الشعبية فشجعوني، قالوا لي راح يصير عرس جماعي، وشو رايك يعني ما دام صار عندك فيه بيت شو رايك تدخل فيها؟ انا بعرف انه كمان الحملة واللجنة هم اللي خطبوا. طبعا هم اللي تابعوا، يعني والله رب الله مشكورين، يعني جزاهم الله كل خير. انت ما كانت امكانياتك بتسمح لك انك لا تتجوز ولا تعمر بيتك، صحيح. تقدر تبني بيت، صحيح. ولا تعمل شيء، صحيح. كنت اشتغل في المزارع هون 30-40 شيكل، يعني دوب يجيب لي اكل، يعني لا ام ولا ابو ولا فيش الا عمي، يعني عمي مقعد برضه، يعني ما في عندي العيله تقول تساعدني، يعني ف
فوجوه الخير زي حكيتكم يعني الامن الوطني واللجنه نعم. بالاخير فكروا قالوا هذا لازم يعني خدم البلد هيك حسبوها من اتجاه نعم. انه خدم البلد ومؤسس مؤسستين بالضبط فعملوها يعني انه طيب انت يعني والحمد لله بعد الحمد لله رب العالمين انا يعني مبسوط الحمد لله وهسه ان شاء الله بتيجي بنت الحلال وبصير رب اسره وبصير اسره ما شاء الله عليها يعني هسه هيك الواحد اختلفت اموره نفسيا تريحت اصلا انا نفسيا تريحت بتفرق الامور كثير يعني زي ما بقولوها وين كنا وين صرنا شيء احسن من شيء طبعا يعني هو شيء بقيت الام في المؤسسه هون وهون صلاح خلف مركز شيء صلاح خلف نمت والله عند الحراس ما كانش في مأوى إلي في كشافه لحد الان انا مقيم بعدي بالكشافه نعم له غرفه خاصه بالكشافه وبنام ما لك بيتي خاص ما لي بيت هي بيتي هاي اول مره يعني بكون لك بيت خاص بيت خاص مستقل لحالي اول مره يعني وبقول لك هذا اللي شجعني برضو على اني انا اخطب هسه قلت على رئيس اللجنه قلت ما دام صار في عندي بيت وفي عرس جماعي يعني وهذا هسه بدك تسالي بنت الحلال طيب انت شو شعورك بالنهايه انه والحمد لله طبعا معنا حالة من الحالات المسجلة ضمن العرس الجماعي في مخيم الفارعة ربيع يعطيك ألف عافية جايين نبارك لك إحنا الله يبارك فيك كيف حالك يعطيك ألف عافية الحمد لله ربيع إيش أنت ربيع شحادة صبح من مخيم الفارعة أهلا وسهلا فيك يا ربيع أهلا وسهلا ربيع قديش عمرك 28 سنة شو بتشتغل يا ربيع إحنا زي ما إحنا شايفينك إنك والله في المزارع المزارع في المزارع ما أوظف في إشي يعني واحد يوميته 50 شيكل على الفاضي يعني الواحد بيطلع شهريته 1500 شيكل ما بيعمل لي شيء طيب يا الحمد رب. لله الحمد لله على كل حال ربيع لله. انت قديش صار لك خاطب صار لي حوالي سنه برضه خطيبتك من مخيم الفارعه خطيبتي من المخيم انت اكبر واحد وشو ترتيبك في العيله انا اكبر واحد باخت عندي ست اخوه امرات بيشتغلوا امرات لا وابوي عاطل على العمل مريض يعني بقدرش يشتغل شو بيعني لك انك انت بدك تقدر اخيرا تتجوز يا ربيع يعني اخي يعني معي شويه مصاري بكدنش العرس انا جبت الغساله والثلاجه كله جبته ده البنت جابت اغراض لاغراض وهسه بعرس الجماعه هسه بعرس الجماعه بدي اروح اجيب الاغراض للبنت احجز لها بدلات يعني مش عامل حفله ولا عامل شيء عامل صاله للنسوان بس يعني ده مش العرس والبنت بتعرف وضعها قديش عانك العرس يعني خفف عنك خفف عني حوالي 5000 شيكل هم تبعون عرس الجماعه بدهم يعطونا 2000 درهم يعني حوالي 7000 شيكل بوفر معي شوي بيساعدني شوي يعني بمشي العرس حتى تقدر تبدا حياتك يعني بقدر ان شاء الله حل اليوم المنتظر للعرس الجماعي في مخيم الفارعة ثلاث حالات فرح عشناها من بين 65 حالة ستكلل فرحتهم بعد مشوار متعب وطويل في الساعة المنتظرة من العرس الجماعي والذي رعاه الأب الحنون سيادة الرئيس أبو مازن فلنكن معهم شركاء ومدعوين في هذا العرس ونشاركهم فرحتهم
الأخ عبد المنعم وحدان، كان جزء من حملة المخيم صمود وعودة، هذا العرس الجماعي الكبير. طلبت اللجنة الشعبية في مخيم الفرعة هذه الفعالية، وأنتم لبيتم هذا النداء، كيف كانت أو ماذا تقول لأهل مخيم الفرعة؟ بداية هذا المشروع هو بتوجيهات من السيد الرئيس، تعليمات من السيد الرئيس لديوان الرئاسة لتنفيذ مشاريع لها علاقة بالتنمية، لها علاقة بالفرح، لها علاقة بترميم البيوت، لها علاقة باحتياجات كل المخيمات الفلسطينية بالضفة الغربية وبغزة، ولاحقا ان شاء الله سيكون بالشتات. هسه هذه هذا العرس الجماعي هو جزء من حملة مخيم وصمود حتى العودة، هي جزء من الالتزام الذي كان وما زال موجود وسيبقى باتجاه قضية اللاجئين الى ان يعودوا الى بيوتهم. اجتهدوا اخواننا في اللجنة الشعبية مشكورين ان يتم زواج 65 عريس، نحن نبارك للعرسان، نتمنى ان يتم هذا الفرح على خير لجميع العرسان، وهذه هي الرسالة العظيمة باسم السيد الرئيس وباسم ديوان الرئاسة، بنحاول نعبر عنها باتجاه التصاقنا في هذه القضية المقدسة اللي هي قضية اللاجئين، قضية المخيم وما تعنيه من صمود وما تعنيه من عزة من كبرياء. نحن نغطي هذا الموضوع من أجل الحفاظ على المخيم صامدا إلى أن يعود إلى وطنه. نعم، ماذا تقول لل 65 عريس اللي دخلت الفرحة لبيوتهم بهذا العرس الجماعي؟ أقول لهم مبارك إن شاء الله بالرفاه والبنين، نبلغهم تحيات القيادة ونتمنى لهم السعادة الكبيرة إن شاء الله، وإن شاء الله بنشوف أبنائهم ويفرحوا وينعموا في دولة فيها حرية وفيها عدالة وفيها ديمقراطية، دولة فيها استقلال وطني نعتز ونفتخر فيه لكل أبناء شعبنا. بالتأكيد. شكرا لك. شكرا لك. أول إشي ألف مبروك يا أنوار يا أحمد. الله يبارك فيك يا رب. أخيرا يا أحمد خلاص. الحمد لله رب. كللت فرحتنا. الحمد لله رب العالمين، ونشكر طبعا سيادة الرئيس وسيادة رب اللي هنضل رئيس الوزراء اللي قام على مثل هيك أعمال، إن شاء الله إنه بصير هيك أعمال أحسن وأحسن في إقامة الدولة الفلسطينية على أرضنا وحدود دولتنا، وبتكون الأمور أفضل من هيك إن شاء الله. إن شاء الله. طب يا أحمد هلأ كل إشي الحمد لله مش على البيت صار جاهز؟ الحمد لله. والعروس صارت؟ إن شاء الله جاهز. يعني الحمد لله الأمور تمام. بس احنا فرحتنا يا احمد فيك اكثر من اي فرحه. نعم صحيح. لانه انت بحكي لك مش فرحتي انا فرحه. نعم. اخواني واخواتي يعني 60 يعني حوالي 65 عروس 65 عريس، يعني هي مش فرحه الي لحالها، هي فرحه على مستوى المخيم كوني انا ابن المخيم برضه، بعتبرهاش مخيم شخصي او خاص للمخيم، بعتبرها على مستوى محافظه طباس ومحافظه طباس على مستوى الوطن يعني. الحمد لله رب العالمين، كلنا هيكنا كلنا يعني اولاد فلسطين. الله يحييك. ان شاء الله بتكون محرره. الف مبروك يا احمد ويا انوار. لكم جميعا أحبتي إخوتي أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الدولي، أخي القائم بأعمال المحافظ، إخوتي قادة الأجهزة الأمنية، أميسر الإقليم، الأطر التنظيمية في طوباس، في جنين، في نابلس، في طول كرم، أهلا وسهلا بكم جميعا ذوي المحتفى بهم، أحبتنا وأبناؤنا، عرساننا وعرائسنا، مساء الخير لكم جميعا. باسم السيد الرئيس أبو مازن أهنئكم وأبارك لكم هذا الفرح، هذه الأمسية التي نعم تمتلئ بالفرح في هذه الليلة في هذا العرس الجماعي الذي يرعاه الرئيس أبو مازن. نعم، ونجده دائما متحمسا
لمثل هذه الأعراس، ونعمل نريد الليلة دائما أن نستمع لصوت الأهازيج والزغاريد ولصوت يعقوب، نريد أن نرى الفرحة في عيون الجميع، وألف ألف مبروك لكم جميعا، نتمنى لكم حياة سعيدة ومستقبل رائع، كل التحية لكم. والقدس بتحكي كلمتها عربي، ونحنا أمتها عربي، ونحنا أمتها. والقدس بتحكي كلمتها وين شباب المخيم، وين شباب المخيم. وعاصمة الدولة وعزتها، عاصمة الدولة وعزتها، ما حدا يقرب منها، ما حدا يقرب منها. وعلنها يا شعب علنها، دولة فلسطين علنها، وبعلمك زينها زينها. وعلنها يا شعب علنها، دولة فلسطين علنها، وبعلمك زينها زينها. وعلنها زغاريد وترويدات وأغاني، فرحة كتبت عنوان هذا الحدث. فلا أسلاك شائكة ولا حواجز عسكرية منعتنا من الفرحة. هنا كان العرس الجماعي في مخيم الفارعة، ومعا غنينا أغنية العرس، وغدا سنغني أغنية العودة. إلى اللقاء. Thank you.